السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع واللي هو اهم 3 كاميرات في تصوير الفيديو. انا جبت لكم دلوقتي النهارده احسن 3 كاميرات هتفيدك في تصوير الفيديو، واللي اسعارهم يعني مش عاليه قوي ومش قليله قوي، اسعار محدوده، لكن معانا كاميرتين سعرهم عالي شويه وكاميرا سعرها قليل. دي لو انت هتصور فيديو فدي انسب كاميرا هتكون ليك لتصوير الفيديو، هتطلع منها نتائج كويسه جدا وهتطلع منها كواليتي صوره خرافيه. عشان ما اطولش عليكم، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك للفيديو. لو انت لسه ما عملتش لايك انزل لحد دلوقتي اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، اكتب لي كومنت تحت برايك لما تشوف الفيديو، يا رب تشوف الفيديو للاخر وخش في الموضوع على طول. طيب احنا دلوقتي في الكاميرات هنبتدي من الكاميرا الاقل للكاميرا الاعلى، وعندنا هنا اقل كاميرا هنبتدي بيها وهي السوني A7 مارك 2. طيب هنا عندنا من مميزات السوني A7 مارك 2، السوني A7 مارك 2 تاريخ الصنع بتاعها كان 2014. الكاميرا 25 ميجا بكسل، الايزو بتاعها بيديك من اول 100 لحد 25600، وده رينج كويس جدا. اهم حاجه طبعا في السوني ان هي بتصور اس لوج، دوت بيشيل لك الالوان خالص وتبدا انت تعمل تعديل الوان براحتك في المونتاج، ودي احسن حاجه في السوني واللي بتطلع الوان صراحه جميله جدا، بتطلع كواليتي الصوره حلوه جدا. مش بس كده، عندنا برضو الكاميرا دي بتصور 5 فريم بير سكند، 5 لقطات في الثانيه، ده لو انت هتصور فوتو. الكاميرا هنا بيبقى فيها 117 نقطه فوكس عشان يديك مساحة في الفوكس ان انت تختار نقطة الفوكس. عندنا هنا في كواليتي الفيديو الكاميرا بتصور 1920x1080 اللي هو فول اتش دي، التصوير العادي بتاعنا. الكاميرا هنا فيها ايمج استابلايزيشن، بس طبعا هنا يستحسن ان انت لو هتصور حاجة فيها حركة كتير انك تشتري استابلايزر واللي هو مانع اهتزاز. هنا عندنا البطارية بتاعتها وعمرها ممكن تقعد لحد 350 صورة، ده رقم مش قليل قوي ومش كتير قوي كويس، بس يستحسن ان انت بقى بالذات في السوني معاك بطاريتين. عندنا هنا اقصى رقم توصل له السوني عشان ما تعملش نويز قوي في الصوره هو 2449، ده احسن رقم في الايزو بتاعها. عندنا هنا الكاميرا فيها فيس ديدكشن، تقدر ان هي تحدد الوش في الفوكس. الكاميرا هنا الفوكس بتاعها كويس. الكاميرا فيها وايرلس، تقدر ان انت تفعل الوايرلس بتاعها دوت وتشبكها باي حاجه. الكاميرا هنا فيها مدخل مايك، تقدر ان انت تحط لها مدخل مايك، وفيها كمان ما تقدر توصل السماعه وتسمع الصوت اللي جاي من المايك. الكاميرا هنا فيها NFC كونكشن، ودوت مع الوايرلس تقدر ان انت تتحكم في الكاميرا بتاعتك من الريموت. انا صراحه ما جربتش الابلكيشن بتاع سوني على الموبايل، لكن الكاميرا فيها الميزه ديت. واخر حاجه هنا الكاميرا بتصور تايم لابس، فيها مقاوة للميه والغبار، يعني لو في اي تربه او اي ميه جت عليها الكاميرا فيها مقاومه ميه وغبار. ده غير طبعا ان ديزاين الكاميرا بتاع سوني جميل جدا، بيفكرني بالكاميرات الفينتج القديمه، الديزاين بتاعها حلو جدا، التصنيع بتاعها حلو جدا. السوني A7 مارك 2 لو انت حبيت تشتريها الفئة المتوسطة شوية، الكاميرا دي هتلاقيها في حدود 1400 دولار. لو انت هتشتريها مستعملة فهيبقى سعرها اقل من كده. الكاميرا دي لو انت هتصور فوتو او هتصور فيديو فكويسة جدا. في ونخش بقى على الكاميرا اللي بعديها، لو انت عايز حاجة اعلى شوية فعندنا السوني A7 مارك 3، ودي الكاميرا دي كويسة جدا لو انت هتصور فوتو او هتصور فيديو، فالكاميرا دي حلوة جدا وهتسد معاك في اي حاجة. طيب نشوف المواصفات هنا بتاعت A7 مارك 3. عندنا هنا الكاميرا السوني A7 مارك 3، تاريخ الصنع بتاعها كان 2018. الكاميرا بتيجي بدقة 24 ميجا بكسل. الكاميرا فيها هنا 10 فريم بير سكند، يعني تقدر تاخد 10 لقطات في الثانية الواحدة. ايزو ليفل بتاعها هنا من اول 100 لحد 51200. الكاميرا هنا تقدر تصور فيديو لحد 4K، طبعا دي حاجة حلوة جدا. الكاميرا هنا فيها تاتش سكرين، تقدر ان انت تتحكم في الفوكس بتاعها من التاتش سكرين، لكن ما تقدرش زي الكانون تتحكم في الاعدادات بتاعت الكاميرا من جوه من التاتش سكرين، لازم من الزراير، لكن الفوكس تقدر تظبطه من التاتش سكرين. الفوكس بتاع الكاميرا السوني A7 مارك 3 رهيب جدا في الفيديو، الفوكس بتاعها سريع جدا وكويس جدا، يعتبر احسن كاميرا مصنفينها في الصوره، كواليتي الصوره والالوان والفوكس، ده لان الكاميرا فيها 693 نقطه فوكس. الكاميرا تقدر تركب لها كارتين، الكارت الاول اللي هو الاس دي كارد العادي بتاعنا، والكارت الثاني اللي هو الكارت بيبقى اكبر شويه. الكاميرا هنا الفوكس بتاعها حلو جدا لدرجه ان هي فيها انيمال ديتكشن، تقدر ان انت مثلا لو اي حيوانات في بتصور اي حيوانات تقدر ان هي تعمل تحديد على العين وتعرف لك اذا كنت اللي انت بتصوره دوت ده حيوان ولا ده بني ادم. فالكاميرا دي رهيبه جدا، تساعدك كتير قوي لو انت هتصور فوتو او فيديو، فانصحك ان انت تجيب الكاميرا دي لو معاك فلوسها،
الكاميرا هنا بتيجي بسعر 2000 دولار. الكاميرا دي كانت نازله منافسه لل 5 دي مارك 4 وتكسب برضو على الكانون اور. كاميرا الصراحه كويسه جدا والوانها رهيبه جدا. انا فكرت في يوم من الايام ان انا اشتري سوني، هشتري الكاميرا ديت لسعرها والامكانيات اللي بتديهاني مقابل السعر بتاعها. نيجي هنا الليفل اعلى بقى شويه. طبعا في هنا شويه ميزات ما بين الكاميرا اللي هي سوني اي 7 مارك 3 والاي 7 اس مارك 2 اللي احنا هنشرحها دلوقتي. فانت هنا عشان تكسب حاجات فلازم تخسر حاجات، ولكن السعر هنا في الاي 7 اس مارك 2 بيكون اعلى شويه. نبدا بقى من الاول خالص. هنا عندنا السوني اي 7 اس مارك 2، الكاميرا هنا بقى ودوت اللي تقريبا مديها سعر عالي. ان هنا الكاميرا بتصور الليفل ايزو بتاعها من اول 100 لحد 409600، يعني دوت رقم رهيب جدا في الايزو ليفل بتاعها. الكاميرا هنا في الصور بتصور 5 فريم بير سكند، يعني بتصور 5 لقطات في الثانيه. كاميرا فيديو ريزولوشن بتاعها هنا 3840 في 2160. باقي المميزات اللي موجوده في باقي الكاميرتين اللي شرحتهم موجودين فيها، زائد دي الفروقات اللي موجوده عليها. لو اتكلمنا بقى على سعر الكاميرا، فهنا الكاميرا دي تيجي بسعر 2700 دولار، فده يعتبر في فرق 700 دولار ما بين الكاميرتين قابل شويه حاجات انت هتاخدها. لو انت مش هيفرق معاك اول حاجات دي اشتري الاي 7 مارك 3، وده الاختيار اللي انا برجحه جدا. لو انت معاكش 8 دي او دي فانت ابتدي بالاي 7 مارك 2 بس. ودي كده كان فيديو النهارده، عملت لكم الافضل 3 كاميرات تصوير الفيديو. قولي ايه رايكم في الفيديو تحت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ما تنساش لو انت ما عملتش لايك اعمل لايك، فعل زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله. ولو ما اشتركتش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه. شكرا جدا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.